شخصيات مصرية مختلفة من رموز المجتمع زي المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المعروف، زي السيد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة صياغة الدستور، طبعا برضو شخصية معروفة، خالد أبو النجا الفنان المعروف، محمد حفظي السيناريست المعروف وآخرين، بالطالب بالإفراج عن الصحفي الشاب محمد فهمي اللي حكم عليه بالحبس 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت. أسرته بانتظار تحديد جلسة للنقض بعد الطعن اللي قدمه دفاعه الأسبوع الماضي. مصر الجديدة يقترب من حياة محمد فهمي في هذا التقرير لعماد البطراوي. بعد مسيرة من العمل الصحفي المشرفة مع CNN وقناة الحرة والعديد من الصحف الأجنبية والعربية وعدة جوائز وتكريمات، ينتظر الصحفي محمد فهمي تحديد جلسة للنقد في الحكم المحكوم عليه ب7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت. بالنسبة لنا وبالنسبة لأسرته الموضوع صعب جدا. أوحش حاجة إن هو يتهم إن هو إخوان أو منضم لجماعة إرهابية، أو إن هو يتهم إن هو ممكن يكون عايز يأذي بلده في يوم من الأيام، لأن هو فعلا بيحب بلده ووطني جدا وليس له أي علاقة بالإخوان خالص. يعني دي أوحش تهمة. محمد نزل معايا في 30 يونيو، كنا مبسوطين جدا 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 باللي حصل. يمكن دي كانت أول مرة في حياتي إن أنا أنزل، ونزلت علشان خاطر حسيت ان في خطر على البلد، وهو كمان كان فرحان جدا جدا باللي حصل. التحاق محمد فهمي بالعمل في قناة الجزيرة الإنجليزية استمر لمدة لا تتجاوز 3 أشهر. أكدت لي مروة خطيبته أنها تمت بعد جميع الأحداث الشائكة مثل فض اعتصامي 4 والنهضة، الأمر الذي لا يستدعي أن تكون تهمته الانضمام لجماعة إرهابية تنشر أخبارا كاذبة عن مصر. محمد دوره معد أول، ليس له أي علاقة بأي مهم. بيجيب جس وبيجوا يعمل لهم الانترفيوز، ما كانش فيه أي حاجة خالص تدين. لما الدفاع بتاع محمد وبتاعت بقية المتهمين طلبوا السيديهات اللي عليها الأدلة، طلبته من نيابة ب1,200,000، وطبعا ده كان مستحيل جدا ان احنا ندفعه، او ما كانش عندنا الامكانيه ان احنا للاسف ندفعه، فما شفناش الادله اللي هي اللي في السيديهات اللي كانت مع النيابه، والاخبار دي كلها اتكتبت. في سبيل الاعلان عن مواقف فهمي السياسيه التي لا تنتمي للاخوان المسلمين، حرر كل من عمرو موسى والدكتور فاروق الباز والدكتور شريف دوس رئيس هيئه الاقباط العامه والاعلاميه هاله سرحان والمهندس نجيب ساويرس شهادات موثقه في الشهر العقاري لصالح فهمي، قدمت للمحكمه يشهدون فيها بمهنيته ومعرفتهم الشخصيه به، وانه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون منتميا الى جماعه الاخوان المسلمين او اي جماعه ارهابيه. إنسان مجتهد وجاي من عائلة مصرية أصيلة، ويعني أجداده فيهم اللي كان في البوليس وفي القضاء وكده، ولا يمكن محمد يكون داخل في أي عمل يضر بمصر أساساً، لأنه مصري صميم مشترك في 25 يناير وكان معنا في 30 يونيو ضد الإخوان. يعني مش ممكن إن هو النهاردة يزج باسمه في موضوع يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين. أيضاً هناك حملة لفناني مصر تطالب بالإفراج عن فهمي. أنا أعرف محمد فهمي من سنين، وهو مثال للشاب المصري المتعلم المثقف الثائر، زي كتير عرفتهم وقابلتهم في التحرير في 25 يناير 2011، وقت ما كان الإعلام المصري بيضلل ويكذب ما يحدث في التحرير. وساعتها كان بيشتغل مع CNN محمد فهمي، وكان بيحاول يوصل صوت الثورة، صوت الحقيقة للمصريين وللعالم كله. شهران مر على الحكم على محمد فهمي وعدد من المتهمين الآخرين بأحكام من 7 إلى 10 سنوات في هذه القضية، بعد القبض على محمد وزملائه منذ شهر ديسمبر الماضي، وها قد مضى أسبوع على تقديم الدفاع الطعن على هذا الحكم الذي ينتظره والدي محمد وخطيبته، على أمل أن يكون الحكم في هذا النقد السبيل إلى حرية ابنهم. عماد البطراوي، برنامج مصر الجديدة مع معتز الدمرداش.